امبارح مش امبارح من فتره كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن نقطه في منتهى الرقي وفي منتهى الاهميه، وكالعاده النادي الاهلي دايما بيبقى قدوه لغيره من الكيانات، سواء كيانات رياضيه او غير رياضيه. وان كان الحقيقه انا شخصيا اعرف ناس بيشتغلوا في شركات بعيدا بقى عن دنيا كره القدم والرياضه، عمرهم ما راعوا التفصيلة اللي النادي الاهلي رعاها دي. النادي الاهلي كان سبق وان وقع بروتوكول تعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار انطلاقا من المسؤوليه المجتمعيه للانديه الرياضيه، وطبعا تحقيقا لاهداف التنميه المستدامه، وقع على مشروع مهم جدا لتعليم العاملين بالنادي ممن لا يوجدون القراءه والكتابه بمقرات النادي المختلفه. حاجه محترمه جدا جدا جدا. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن دور النادي الاهلي المجتمعي ومشروع محو الاميه ونرجع نكمل كلامنا. احنا سعداء جدا لان الحمد لله مشروع تعليم الكبار بدا يرى النور، بيرى النور بالتنفيذ بالخطوات الفعليه بتعاون كل اطراف المنظومه. الموضوع دوت اثبت ان عيله الاهلي قد المسؤوليه، اثبت ان في متطوعات من النادي الاهلي، المتطوعات دول قد ايه حاسين بالمسؤوليه النهارده، هم بيشوفوا الدارسين وهم بيمتحنوا. في روح جميله في النادي، في بروتوكول تعاون تم من الأول خالص بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وبين النادي الأهلي، اعتمدوا الكابتن بيبو مع الدكتور عاشور اللي هو المسؤول عن رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار. البنود بتاعة البروتوكول التعاون تم تنفيذها، وبقالنا أكتر من 6 شهور بنشتغل على أن احنا إن شاء الله نوصل لليوم اللي فيه الأهلي بلا أمية. خدنا دورة تدريبية تبع الهيئة العامة لتعليم الكبار، علشان مش أي حد بيقدر يدرس غير لما بياخد شهادة معتمدة منهم. درسنا وبعدين جينا ابتدينا نشتغل هنا، حسيت بقى أن لأ موضوع مختلف بصراحة جدا جدا. الناس ابتدت تتعلم تقرأ تكتب، كان أكتر إحساس كان ممتع لما حاج أحمد مثلا منهم كلمني في رمضان قال لي أنا قريت آية في القرآن، دي كانت بداية الموضوع بتاعي. حسي مبسوطة قوي بقى، اللي هو مش عارفه اقول لك ايه. النهارده في الامتحان اقسم بالله ولادنا اللي بيمتحنوا صاحيين قلقانين هيعملوا ايه في الاختبار، صحينا بدري نراجع لهم. الناس بيكلمونا في التليفون على طول، طب الامتحان هيجي شكله ايه، طب هنكتب ازاي. ما كانوش هم نفس الاشخاص اللي قابلناهم من 4 شهور. حقيقه تجربه يعني فريده وفعلا تجربه حلوه بالنسبه لي، انا شخصيا استفدت منها. يعني العمال، يعني المجموعه اللي كانت مشاركه معايا، بدات الاول بدعم نفسي معاهم علشان ااهلهم ان هم يبقى عندهم رغبه، مش ان هم يمحوا اميتهم بس، مش مجرد ان هم ياخدوا شهاده وخلاص، لا ان هم يكملوا، يبقى عندهم تطلع ان هم يكملوا فعلا لحد الجامعه. وفي ناس منهم عايزه اقول لك ان هم كانوا متحمسين للغايه. والله النادي الاهلي نادي عريق وكبير ومش بعيد عليه طبعا المشاركه المجتمعيه اللي هو عملها، فهو بيشارك في الرياضات كلها والتنمية رياضية وأخلاقية ومجتمعية وبشرية، تنمية البشر فأخذها من أولها لآخرها، فمش بعيدة عن نادي الأهلي اللي هو يكمل المشاركة المجتمعية بمحو الأمية. المبادرة حبيتها من فيما بعد أن أنا أمشي على طريق مثلا أقدر أن أنا أقرأ اليافطة مثلا المكتوبة، الشوارع، أفيد أولادي في التعليم فيما بعد. وطبعا بشكر الكابتن محمود الخطيب على المبادرة الجميلة دي، وإن شاء الله لو في أعلى إن شاء الله نكمل. شاركت عشان حابة أتعلم وحابة أن أنا أتطوع، مدام نسمة شجعتني والعجلة لجنة المرأة مشجعاني أن أنا أتعلم وأنا حابة أكمل معاهم. طبعا هي أول نادي في مصر بيفعل هذه المبادرة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بإعلانه أول نادي مصري خالي من الأمية وللعمال العاملين بالنادي على مستوى الفروع. وفيما يخص محافظة الجيزة فاحنا عندنا هنا العمال في فرع زايد، والحمد لله كانوا شغالين الفترة اللي فاتت لمدة 3 شهور واجتازوا الاختبارات، وربنا ييسر الحال إن شاء الله بإذن الله، ويقدروا إن شاء الله يلتحقوا بالمراحل التعليمية اللي بعد محو الأمية إن شاء الله.